طيب قول لنا بقى على الاحجار التانية. يعني انا شايفه لون اخضر، الاخضر ده ايه؟ بصي الاخضر ده ملاكايت وده عقيق، تفرق كتير. العقيق فيه حوالي اكتر من 55 لون وقط مختلف. بس ليهم كلهم نفس الهدف؟ لان العقيق معروف على ان هو بيدوا احلى طاقه، او بيدي احلى طاقه في الدنيا وبيفك الضيق. لسه هقول، ده حقيقي، لسه على لساني ان انا اقول. يقال يعني يقال ان هو بعد ربنا بيفك الضيق طبعا وبيدي صحه وبيدي بعد عن او عن اي طاقه سلبيه موجوده في المكان كمان. مظبوط. وكمان يعني الاحجار مذكوره في القران ومذكوره في التاريخ. فاحنا بنتكلم علميا ودينيا يعني. اوكي. طب قولي.